الفارو يحضن عليها كويس وياخدها من وسط ثلاثه. الفارو يلعب البينيه عند سيكو بابا، عدت الكره، عدت من عبد العزيز الكعبي. سيكو بابا، سيكو بابا يتقدم بالهدف الاول الى البطايح، وهو الهدف المبكر للبطايح، هدف اول بعد 18 دقيقه. البطايح يترجمها ويسجل اول اهداف المباراه ويتقدم على الشارقه 1-0. 1-0. لسه كنت بقول لك بان البطايح افضل في ارضيه الملعب. ها هو سيكو بابا، هو من يتقدم بالهدف الاول في الدقيقه 18 لصاحب القميص رقم 17. سيكو بابا، سيكو جسامة المالي، هو من يتقدم بالهدف الاول. شوف الفارو لعب البينيه، عبد العزيز الكعبي حاول يحافظ عليها ما عرفش. هنا بقى عبد الله غانم، وهنا بقى التسديده لا يسال عنها عادل الحوسني، هي اول اهداف المباراه من نصيب البطايح. 1-0. سيكو بابا جسامة هو من يتقدم بالهدف الأول. 1-0 هدفه في الدقيقة 18. لمصلحة نادي البطايح 1-0. بيلعب الكرة عند بيتروس بومال، اللي يمرر كرة أمامية إلى باولينيو. باولينيو على الأرض إلى بيتروس بومال، يلعب الكرة الأمامية عند سيكو بابا. لعب البينية حلوة حلوة حلوة، انطلاقة عبد الله عبد الرحمن، يلعب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب يا عبد الله يا عبد الرحمن. ظهير أيمن يسجل هدف رائع، بيقول مش بس داني ألفيش اللي بيجيبها ولا حتى كافو اللي بيجيبها، أنا عبد الله عبد الرحمن كمان بجيبها. يا سلام، غفل عادل الحوسني وضحك على عادل الحوسني. والكلام اللي كنت بقول لك عليه، في اي مرتده بيعلم لعبته ازاي يخلقوا لنفسهم مساحات. شوف المساحه، شوف المساحه، شوف المساحه، فين عبد العزيز الكعبي؟ فين عبد الله غانم؟ فين عادل الحوسني؟ فين عبد الله عبد الرحمن؟ جاب جول، جاب جول. الظهير الايمن والجناح الايمن الاثنين هم من يسجلوا من الجبهه اليمنى، وهنا عادل الحوسني ضحك عليك عبد الله عبد الرحمن ويضيف الهدف الثاني لمصلحه البطايح. في الجانب الايسر عند احمد سليمان الى سيكو بابا مره ثانيه، مع الكره سيكو على الارض الى الفارو، يا ولد الى سيكو، سيكو مع الكره بابا، يلعب بينيه حلوه لالفارو، 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 فجرها في الشبكه الفارو، فجرها في الشبكه الفارو. والبطايح يقدم شوط الموسم، يقدم شوط الموسم ويسجل ثالث اهدافه في الدقيقه 35. الفارو يسجل الثالث، والبطايح يتقدم بثلاثيه نظيفه. والله ملومك، والله ملومك يا عادل يا حسني، لكن البطايح ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ ايه البطايح الحلو ده؟ ويسجل ثالث اهدافه ويسجل بهدف رائع. شوف سيكو بابا، شوف اللمسة من محمد راشد، شوف سيكو بابا، شوف البينية، شوف البينية، مغطي عليها عبد الله غانم، لكن خدها مطرقة ويفجر شباك الشارقة بثالث الاهداف. البطايح يبدع يمتع ويتألق في شوط اول 3-0. على شمال عادل بيتقدم. هل تعلم عزيزي المشاهد ان دي ثالث كره اتلعبت في الجانب الايسر مره ثانيه، محاوله، ادي الكوره اللي بتتمرر بكعب القدم الى بيانيتش اللي يلعب عند عبد الباسط، يسدد وتغير اتجاهها في المرمى عشان يعيد الامل. عبد الباسط الى الشارقه، محمد عبد الباسط يسدد قذيفه تخبط في محمد احمد وتغير اتجاهها عشان يبقى اول اهداف الشارقه. بيقول لهم لسه ناقص ثلاثة، لسه ناقص ثلاثة، وهنا أمامنا اللقطة. شوف الكورة، شوف الكورة، شوف التمريرة من كايو، شوف كايو اللي لعب الكورة إلى موسى ماريجا، اللي أعادها إلى ميرالين بيانيتش، اللي عاد لعبد الباسط اللي خدها هوب، لكن جت في قدم محمد أحمد وغيرت اتجاهها وأصبح أول أهداف الشارقة في المباراة. 3-1. أدي عبد الباسط
وهذه الكرة اللي خبطت وغيرت اتجاهها وأصبح الهدف الأول لمصر، لكن رجع مرة تانية الشارقة يظهر شكله في الملعب، أول مرة يبان منظم كده في المباراة. وهنا واحدة بالراس، واحدة بهدف تاني، واحدة بهدف تاني. ماجد راشد يلعب العرضية، يرتقي الهلوان ويسجل تاني أهداف الشارقة. 3-2 3-2 ولوان يقلص النتيجة للشارقة. لسه بقول لك ايه، بقول لك نادي الشارقة اول مرة يبان له شكل كده في المباراة، وبالفعل ماجد راشد يلعب بالعرض، يرتقي لها لوان اللي يسكنها على يسار الحارس اللي واقف بيتفرج عليها. شوف هنا الكرة، شوف الكرة من عثمان كمارة، شوف النقلة عند ماجد راشد اللي لعب العرضية، عدت 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 وحطها بالراس، ابراهيم عيسى بيتفرج عليها. والى ضربة تانية للشارقة، 5 أهداف في شوط واحد. وشوط أول جميل، يا سلام يا سلام. شوف الكرة العرضية الجميلة من ماجد راشد، شوف الارتقاء المرة دي من لوان، شوف لوان اللي ارتقى للكرة وهرب من عبد الله عبد الرحمن. هم الـ40 وركلة الجزاء، كايو لوكاس في مواجهة حارس المرمى إبراهيم عيسى. كايو 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 وإبراهيم وكايو، عاد الشارقة، عاد الشارقة، الملك يعود بريمونتادا من بعيد من 3-0 إلى 3-3. يا كايو يا لوكاس، كايو لوكاس يسجل تاني أهدافه في مرمى البطايح وأول أهدافه في مباراة اليوم. عشان تبقى في الـ50 الشارقة يعود للمباراة في مباراة مثيرة، البطايح تقدم 3-0، ها هو الشارقة يعود ويعود من بعيد، وكايو لوكاس يعيد الشارقة للمباراة 3-3. خد لك بقى ماتش ملتهب في الوقت القادم،